بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ومشايخنا واصحاب الحق علينا جميع المسلمين. اللهم اشفنا في مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم كل الفقراء والضعفاء واليتامى والسكارى والمشردين والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم خلقنا باخلاق القران العظيم، وادبنا بادابه، واجعلنا من أهل الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا حفظه وفهمه وتدبره والعمل به والإخلاص فيه. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا ونرتب عبادك الفتنة، فنجنا منها يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في علم الضبط، ودرس اليوم الفصل العاشر في كيفية ضبط المزيد رسماً. في كيفية ضبط المزيد رسما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تقدم أن الذي يزاد في رسم المصاحف من حروف الهجاء ثلاثة: الألف والياء والواو. والمراد هنا بيان العلامة التي تجعل عليها، على هذه الأحرف الثلاثة يعني، لتدل على أنها زائدة في الخط ساقطة في اللفظ، وهي دارة هكذا كما ترون، توضع فوق الحرف المزيد منفصلة عنه، وقيل متصلة به هكذا. والصحيح الأول أنها منفصلة عنه، وجعلها بعض المشارق هكذا يعني علامة هكذا، وهو ضعيف، لكن الراجح الأول. وتعلمون أن المزيد يا إخواني، الحرف المزيد إنه يكتب في الرسم العثماني لكن لا ينطق، فلنتنبه لذلك. ولذلك عندنا المزيد، الحرف المزيد سواء كان ألف أو واو أو ياء، فهو يكتب ولا ينطق. ولذلك ينبغي لصاحب القرآن إذا أراد أن يحفظ لابد أن يقرأ على شيخ حتى يضبط الحفظ، ليعرف المزيد أنه يكتب ولا ينطق. ولذلك من أراد أن يحفظ إذا لا بد أن يقرأ على شيخ، لأن القرآن الأصل فيه التلقي. فإذا ذهب ليحفظ ولم يحفظ على شيخ، لم يقرأ على شيخ، قد يقع في الخطأ. طيب، والألف التي تحتاج إلى وضع علامة، إلى وضع علامة الزيادة عليها، وقعت في عشرة أنواع. الألف، العشر أنواع هذه في الألف، وهو يأتي بالمثال يعني بالحرف المزيد ومثاله من القرآن. انتبهوا معي. الألف: واحد، ما زيدت فيه بعد همزة مفتوحة معانقة لللام على الراجح. الألف يعني، وذلك في قوله تعالى في قصة سليمان مع الهدهد: وتفقد الطير فقال مالي أو مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. كلمة أو لأذبحنه هذه زائدة الألف، والألف بين الألف الأولى اللي هي معانقة لللام وبين الذال، تجد في ألف هكذا وعليها الدائرة الصغيرة هذه، يعني يقول لك هذه علامة الدائرة أن هذا الحرف مزيد لا ينطق، لكنها مكتوب في سورة النمل طبعا. وفائدة كذا، يقول لك سليمان عليه الصلاة والسلام لما تفقد الطير ولم يرى الهدهد أين ذهب، لأنه الله سخر له الطير كما تعلمون، فتوعده قال لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ليأتيني بسلطان مبين، يأتي لي ببرهان دليل. فقال جلساه: كيف تعذبه؟ الذبح معروف يا نبي الله، لكن كيف تعذبه؟
بعضهم قال ممكن ينتف ريشه، وبعضهم قال ولكن ورد قال أحبسه مع غير جنسه، يعني أخليه مع غير جنس الطيور اللي هو منها، أخليه مع جنس آخر إن ما يستطيع أن يتكلم معها، فيصير هذا عذاب. نسأل الله العفو والعافية. أيوة، الإنسان إذا جلس مع ناس لا يعرف لغتهم يعني قد يكون نوع من العذاب. هكذا الكلمة الثانية، ولأوضع خلالكم، طبعا في سورة التوبة عند الأكثر، قال لك عند الأكثر يعني عند الأقل ممكن ما يكونش فيها زيادة، عندك ولأوضع خلالكم، هكذا الهمزة، الهمزة عندك على الألف المعانقة للام، لكن ما في ألف بين الواو وبين الهمزة، لأنه هو قال لك عند الأكثر، يعني قد تكون موجودة عند الأكثر وقد تكون ما هي موجودة، لذلك هنا ليس موجودة، يعني فيها خلاف، لكن في مصحف حفص عندك موجودة، يعني بعض المصاحف موجودة، بعض المصاحف ليس موجودة الألف الزائدة. سورة التوبة في قصة المنافقين، طيب لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين، الآية طبعا. واللفظ والكلمة الثالثة اللي هي لآتوها ولا لآتوها، فيها قراءتان في سورة الأحزاب كذلك، فإن الألف موجودة هنا الزائدة وعليها الدائرة بين الألف المعانقة لللام وبين التاء في قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما وإذ قالت طائفة منهم يا أهل لا مقام لكم فارجعوا، إلى أن قال ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها ولا لآتوها، فيها قراءتان، لآتوها يعني لأعطوها لغيرهم، ومعنى لآتوها يعني لجاؤوها، لأني آتى في القرآن في اللغة تأتي معنى أعطى، ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولكن جاء أتى تأتي معنى جاء، فأتاهم العذاب يعني جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهنا وضعت الألف هنا الزائدة، لكن القراءة ليست لها علاقة بالألف الزائدة هذا، إنما القراءة لها علاقة بالمد اللي على الألف الأولى، لآتوها ولا لآتوها. أنا ذكرت هذا من باب الفائدة، ولكن الألف الزائدة هنا بين الألف الأولى المعانقة لللام هكذا كما ترونها وبين التاء، وهي عليها دائرة صغيرة في الأحزاب. الكلمة الرابعة اللي هي لأنتم في الحشر على قول فيهما، يعني ممكن تكون موجودة هذه الألف الزائدة، ممكن تكون مش موجودة في بعض المصاحف، لأنتم أشد رهبة في صدور من الله، هذا في سياق المنافقين، فتجد الألف الزائدة موجودة بين لأنتم بين الألف الأولى وبين النون، ولكن ليس عليها السكون، قد يكون يعني سقطت يعني سهوا. الثاني ما زيدت فيه قبل همزة مكسورة، همزة مكسورة معانقة لللام أيضا، يعني الأول الأمثلة اللي أخذناها هذه تقع بعد همزة مفتوحة، قبل همزة مفتوحة، وهذه قبل همزة مكسورة، مثل لا إلى الله، لا إلى الله ترجع الأمور، أو لا إلى الله تحشرون، كما في سورة آل عمران ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما ما يجمعون ولا تجمعون، القراءات فيها يجمعون، ولئن متم أو متم على حسب القراءات، احنا بنتكلم على حفصنا، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. نعم، فهنا الألف الأولى مكسورة الهمزة وهي اللي معانقة لللام، وبعد منها الألف، ها الألف بين اللام، لام إلى واللام الأولى، ولذلك لا تجد عليها العلامة في هذه الكلمة. كذلك لا إلى الجحيم اللي هي في سورة الصفات،
ثم مرجعهم إلى الجحيم، نعوذ بالله من الجحيم. نفس الألف الموجودة بين اللام الأولى واللام الأخيرة ابتدت إذا. الثالث ما زيدت فيه بين كسرة وفتحة، يعني الألف تكون بين قبل كسرة وبعد فتحة، وهو لفظ مئة ومئتين وثلاثمائة. تجد الألف بين كسرة بين فتحة، مئة الميم مكسورة صح، وتجد ألف بعد الميم وبعدها همزة مفتوحة مئة، هذه تعتبر زائدة. طيب وكذلك مئتين وكذلك ثلاثمائة، كل هذه الألف زائدة وعليها العلامة عندك في بيئة. الرابع ما زيدت فيه بين كسرة وياء متولدة عنها، وهو وجيء، وجيء يومئذ بجهنم، نعوذ بالله من جهنم في سورة الفي. طبعا عندك لما تقرأ الآية بين الجيم وبين الهمزة وبين الياء اللي عليها همزة، ما هي بيقول لك ياء متولدة، يعني هذه الياء المكتوبة جاءت بين كسرة الجيم وجي، أيوة، وبين الألف، يعني الألف صارت بين الجيم وبين الياء ألف الزائدة. إذا كتبتها من ناحية الإملاء ما تكتب إلا جيم وياء على الهمزة، لكن في المصحف لا، في ألف بين الجيم وبين الياء، الياء هذه المهموزة وعليها فتحة وجيء لأن مفتوحة، وهي فيها لفظين طبعا. الخامس ما زيدت فيه بين فتحة وياء ساكنة، في مثل قوله تعالى تيأسوا وييأس وييأس الذين، يعني كلمة في سورة يوسف يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا، فتجد في كلمة بين التاء وبين الياء الساكنة تجد الألف الزائدة وعليها العلامة كما ترون الآن، وكذلك ييأس أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا كما في سورة الرعد، وكذلك ييأس الذين، فلا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا إيه للكافرون. وهنا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا نفس سورة الرعد. ولفظ شيء، كلمة شيء كلها في القرآن ليس فيها زيادة إلا في سورة الكهف، ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا، تجد بين الشين وبين الياء ألف، هذه يسموها الألف الزائدة في الرسم لكن لا تنطق، مثل شيء اللي في سورة البقرة إن الله على كل شيء قدير، ولا تقولن لشيء في سورة الكهف. فرق بينهما أن اللي في الكهف في ألف زائدة ولكنها لا تنطق كما قلت لكم. وكذا استيأسوا منه، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية في سورة يوسف، هنا الألف فلما استيأسوا يعني حتى طبعا هو ما جابش الكلمة كاملة هنا، ما جابش فلما، لذلك جاب الألف بس اللي هي قبل السين. وكذلك استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذب جاءهم نصرنا، على قول فيهما، يعني لم يأتي بالألف كذلك الألف اللي هي بين الياء وبين السين هذا، بس الهمزة على السطر، لأن قال لك وهكذا في تيأسوا واستيأس الرسل، لأن قال لك على قول فيهما، يعني في بعض المصاحف تكون الألف زائدة وبعضها ما فيش ألف كما ترون الآن.
السادس ما زيدت فيه بعد واو متطرفة دالة على الجمع اللي هي الألف يعني، مثل قالوا تيأسوا، بأنها الألف هنا بعد الواو، عند قالوا الألف زائدة وعليها الدائرة كما ترون، وتيأسوا كذلك الواو الأخيرة عليها ألف بعدها ألف زائدة. السابع ما زيدت فيه بعد واو الفرد نحو إنما أدعو ربي، كما في سورة الجن إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فالواو هنا واو الفرد ليس واو الجماعة، قال إنما أدعو، ولذلك هي من أصل الفعل لازم تمدها حركتين، قال إنما أدعو ربي، بعضهم يحذفها يقول إنما أدعو ربي خطأ، قال إنما أو قل، لأن فيها قراءتان قل أو قال، لكن إحنا ماشيين على حفص. أيوة حفص يقول إيه، قال إنما أدعو ربي، ها قل إنما أدعو ربي، وقل قال نص فشى كما قال الشاطبي، المهم في القراءات يعني، يبقى قل إنما أدعو ربي، فهنا الواو أصل الفعل وبعد منها الألف زائدة. الثامن ما زيدت فيه يعني الألف، ما زلنا في زيادة، ما زيدت فيه بعد واو متطرفة صورة للهمزة على خلاف الأصل، وهو تفتأ وبابه وجزاء وبابه. أيوة انتبهوا معي، احنا عندنا في كلمة تفتأ بابه عندنا في هذه الزيادات يا جماعة الألف زائدة في كلمة تفتأ في سورة يوسف، هي بعد الـ 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 الواو هنا بعدها الألف، حوالي كام كلمة؟ 21 كلمة، أنا أقولها لكم كده سريعة، عندك تفتأ في سورة يوسف، وعندك يبدأ، ولذلك هو قال لك وبابه، قس عليه أنت حافظ القرآن، كلمة يبدأ الله يبدأ الخلق ثم يعيد، كلمة يبدأ تلقاها الهمزة مع الواو وبعدها ألف زائدة في سورة يونس في موضعين، وفي سورة العنكبوت وفي سورة الروم يبدأ، وعندك تفتأ في سورة يوسف، ويتفيأ في سورة النحل، وعندك يدرأ ويدرأ عنها العذاب في سورة النور، وعندك يعبأ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم في سورة الفرقان، وعندك اللهم صل على محمد كذلك في أي قلنا تفتأ في يوسف، وقلنا يتفيأ في سورة النحل، ويعبأ في الفرقان، ويدرأ عن عذاب في سورة النور، يعني 21 كلمة كلها الألف بعدها زائدة. أيوة، وإذا وقفت على هذه الكلمات عند حفص تقول يبدأ يتفيأ تفتأ، أي نعم هذه الكلمات، يعبأ ها يدرأ، لأنها كلها فردية، هذه تقف على أصل الكلمة، لكن لا تقف على الألف الزائدة لأنها هي زائدة في المصحف، وقال لك وبابه يعني الباب يعني كله اللي أنا ذكرته. طيب عندك جزاء وبابه، الهمزة المرسومة على الواو، انتك عندك جزاء كلها في المصحف مكتوبة يمكن 13 كلمة، وفي 7 كلمات فيها خلاف، 13 كلمة هذه زي مثلا شركاء، بل زعمتم أنهم فيكم شركاء في سورة الأنعام، وشركاء في سورة الشورى،
أم لهم شركاء شرعوا لهم بالدين، تلقاها بالواو، الواو هنا مرسوم على الهمزة ولكن بعدها ألف زائدة وتزيد عليها دائرة. وعندك شفعاء، وعندك دعاء، والضعفاء في سورة إبراهيم شفعاء في الروم، وعندك دعاء قال فادعوا ما دعاء الكفيلة في ظهر في سورة غافر، يعني بابه. وعندك جزاء في سور موضعي المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وقبله ذلك جزاء الظالمين في قصة ابني آدم، أيوة. وجزاء سيئة 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 مثلها في سورة الشورى، وكذلك في سورة يوسف قالوا فما جزاء قال كذلك هذا جاء كذلك نجي الظالمين، يعني كلها يعني هذه المرسومة بالواو وبعد منها الواو هذه كلها الألف زائدة. وعندك المرسومة بالواو فقط، لكن طبعا في خلاف بين بعض الكلمات. وكذلك العلماء في سورة الشورى في سورة آسف في سورة الشعراء في سورة علماء بني إسرائيل يعني في سورة الشعراء، وإنما يخشى الله من عباد العلماء في سورة فاطر. وعندك أنباء كذلك مرسومة بالواو وفيها ألف صغيرة، أنباء في سورة الأنعام وأنباء في سورة الشعراء، كل هذه تدخل تحت إيه؟ تحت قول الناظم هنا ما زيدت فيه بعد الواو متطرفة صورة للهمزة اللي هي على الواو على خلاف الأصل، لأن الأصل الهمزة تكون على الألف، يعني شركاء غير اللي في سورة الأنعام وغير اللي في سورة الشورى تجد عليها همزة على الألف، ألف شركاء تجد الهمزة على السطر. وفي جزاء فيها خلاف اللي في سورة طه وفي الكهف، جزاء من تزكى وجزاء الحسنى، لأن فيها قراءات هذه تجد فيها الهمزة أحيانا تكون على السطر. والموضع الأخير في المائدة كذلك فيه خلاف في المصاحف، بعض المصاحف مرسوم بالواو وبعضها مرسوم بالألف، الألف الأصلية في الكلمة. تسعة ما زيدت فيه بعد واو معوضة من ألف في الطرف نحو الربا، ما زيدت فيه بعد واو معوضة من ألف الربا. الربا أصلاً الألف الواو الموجودة هنا معوضة عن الألف، لأن الأصل فيها ألف مقصورة الربا، لكن في الرسم أبدلت هذا الألف المقصورة وكتبت واو، لذلك هو يقول لك معوضة عن ألف. فالربا هنا الألف الزائدة بعد الواو كما ترون الآن، وعليها دائرة صغيرة، هذه عبارة عن زائدة، لأن عندما تيجي تقرأ ما تقرأ الواو تقول الربا تقول الرب، ولو واحد يقرأ القرآن كذا بدون ما يفهم الرسم العثماني يقول الرب هي الربا. وكلها مرسومة بالواو اللي ورد فيه ما عدا الموضع في سورة في سورة الروم فإنها مرسوم بالألف، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ما أتيتم من ربا هذه في بالألف. غالبا في المصاحف فيها خلاف، لكن الباقي مرسوم بالواو، فهو تكتب لذلك تكتب الألف الزائدة بعد الواو وعلامة وعليها الدائرة، معروفة أنها زائدة في الرسم ولا تنطق. عشرة ما زيدت فيه، طبعا عندك ما زيد العاشر اللي هي عشر أشياء كلها الألف فيها زائدة وتكتب وعليها العلامة، وليتنبه حافظ القرآن إذا جاء إلى هذه الكلمات يعرفها. ما زيدت فيه بعد واو
جعلت صورة للهمزة على القياس، وهو إن امرؤ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. الآية يعني آية الكلالة اللي هي آخر سورة النساء. طب أنت عندك هنا امرؤ، الصورة هنا على الواو على القياس، وبعد منها ألف صغيرة، ألف كبيرة وعليها العلامة كما ترون الآن، وكذا لفظ لؤلؤ المرفوع والمجرور عند من زادها. كلمة لؤلؤ في القرآن وردت أكثر من مرة، لكن في موضعين فيهم قراءتان، في سورة الحج وفي سورة فاطر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم كذلك ولؤلؤا، لكن هو يقول هنا لمن قرأ يعني، لكن المرفوع والمجرور عند من زادها، عند من زاد الألف عند في المرفوع، لأن هي في اللي قالوا لؤلؤا عاصم والمدنيان اللي هو نافع وأبو جعفر. طيب والباقي هيقولوا لؤلؤ، في بعضهم زاد الألف هذا، ها زاد ألف بعد الواو أخيرا. وأما ما بقي من أنواع زيادتها وهو أربعة، يعني في بعض الكلمات فيها كذلك زائدة. كلمة لأهب على قراءة الياء، لأن بعضهم قرأها ليهب كما ذكر الشاطبي، جرى في حلو بحره، يعني فيها اليهب هنا، في بعضهم قرأ قالون أبو عمرو يقول ليهب لك غلاما زكية، والباقون طبعا بيقولوا لأهب. وكلمة ابن في كل القرآن، عيسى ابن مريم، كلمة ابن بين الاسمين مثلا تلقاها ايه الألف زائدة. وعندك ثلاثة إذا ولنسفع وليكون، الأصل فيها هنا طبعا إذا تكتب عندك الألف بعد اللي هي يعتبر زائدة، ولنسفع لأن أصل هذه الكلمات وليكون أصلها النون، يعني نون خفيفة لكنها كتبت في الرسم بالألف، إذا وقفنا على نقف وليكون نسبتها هنا لنسفع، هذه خلفت القاعدة أنه تكون نون هي اللغة، لكن احنا نتبع الرسم. هذه أربع أشياء فيها زيادة غير العشر اللي أخذناها منذ قليل، ولكن فيها الألف، لكن الأصل فيه أصلا في لكن الأصل فيها لكن أنا، لكن اللي في سورة الكهف، لكن في قوله تعالى ايوه في صاحب الجنه جنتين، كل واحد يقول ايه لكن هو الله ربي ولا اشرك به ولا اشرك بربي احد. لكن هنا الاصل فيها لكن وانا، هذا كما ذكرت في الرسم معانا، يمكن لو انتم ملاحظين، لكن جعلت كلمه واحده لكن وفيها الف، الالف هنا زائده. وكلمه انا برضو الألف، والظنون وأخواتها فاختلف فيها والذي عليه العمل تجييد الثلاثة الأول من العلامة اللي هي فين؟ أيوة، وتحلية الرابع بدائرة مستطيلة هكذا كما ترون، إلا إذا كان بعد الألف ساكن نحو أنا النذير فإنها تهمة المطلقة لأنها بعدها ساكن، زي موسى بن
احنا قلنا قبل كده بالنسبه لعلامه الاماله زي عيسى، واتينا عيسى ابن مريم او لقد اتينا موسى الكتاب فلا تكتب، لكن هنا كذلك قال لك الثلاثه الاولى يعني تجريدها ما تحط عليها علامه، وتحليه الرابع كلمه الظنون لان في بعض المصاحف لانها فيها قراءات، بعض القراء يقول الظنون، يعني في سوره الاحزاب عندك في ثلاث كلمات الرسول والظنون والسبيلة، فيها قراءات في الوصل وفي الوقف، بعضهم يقول الظنون حمزه ابو عمرو اذا وقف يقول اظنون الا الظنون، وقال يا ليتنا اطعنا الرسول مثلا، يقول قال ربنا اطعنا سادتنا كبرانا فاضلونا السبيل، يقول فاضلونا السبيل، فيها قراءات، ولذلك حسب بعض المصاحف تكتب تثبتها وبعضها لا تثبتها. ثم انتقل من الالف، كل هذه في الالف، ثم انتقل من الالف الى الياء، يقول الياء التي يحتاج الى وضع علامه الزياده عليها وقعت في ثلاث انواع الياء، ما زيدت واحد اثنين ثلاثة، نأخذ الأول، ما زيدت فيه بعد همزة مكسورة لم يتقدمها ألف، وهو في قوله تعالى أفإن مات، في سورة آل عمران في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فكلمة الياء هنا زائدة بين الألف وبين النون، أفإن مات المفروض تقول أفإن، لكن هي هنا مكتوبة إيه؟ مكتوبة الياء زائدة. وفي سورة الأنبياء أفإن مت فهم الخالدون، برضو الياء هنا زائدة بين الألف وبين النون كما تشاهدون الآن. وكذلك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فتجد الياء اللي بعد الألف النبأ الياء هنا زائدة. طيب، وفي لفظ ملأ المجرور المضاف إلى الضمير على الراجع يعني ملئه، فتجد الياء زائدة إلى فرعون وملئه، مثلا تجد الياء بين الألف وبين الهاء زائدة مكتوبة في المجرور. وكذلك الثاني ما زيدت فيه بعد همزة مكسورة قبلها، اللي هي نتكلم عن الياء يا جماعة، وهو تلقائي وأخواته، وكذا اللاء على القول بأن الياء فيه زائدة. تلقائي هو أربع كلمات وردت في القرآن لأن فيها قراءات، تلقائي في سورة يونس في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كلمة تلقائي لأن فيها قراءات، هي فيها تسع أوجه بالنسبة لمن يقف عليه مثل حمزة، يعني هذه الياء هنا زائدة عشان كده جاءت القراءات، مراعاة القراءات تلقائي، ففيها تسع أوجه عند الوقف عليها. وأخواته يعني أناء الليل في سورة طه في قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان زاما وأجل مسمى، مش كده؟ فاصبر على ما يقول سبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن آناء الليل، كلمة آناء إذا وقفت عليها فيها تسعة أوجه لحمزة، لذلك الياء جاءت زائدة آناء الآناء في هذا القياس اللي من غير الياء تقول آناء فيها خمسة آناء 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 آناء، يعني أنا بقول لكم اللي عنده الآن الرواية يعني علم القراءات مرتبط بعلم الضبط برضو. ولفظ في قوله تعالى قبل سورة طه إيتائي في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى،
كل إتاء مرسومة بالألف، ألف وبعدها همزة على الصدر، إلا إتائي في سورة النحل فإنها برضو مرسومة بالياء، فيها الياء زائدة. وعندكم كذلك في سورة الشورى في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء. كلمة وراء دي كلها مكتوبة بالألف والهمزة على الصاد، إلا في سورة الشورى فإنها إيه مكتوب مرسومة بالياء، الياء زائدة. لذلك هو قال هنا: وهو تلقائي وأخواته. اللائي كما تعلمون، اللائي في سورة، ورد في سورة الأحزاب وفي سورة الطلاق، مش كده برضو؟ في اللائي هنا على قول بأن الياء فيه زائدة، لأن في قراءات، هذا في اللاء بعضهم يقول اللائي إسنا ويحذف الياء سواء مع المد والقصر والتسهيل، هذا في قراءات يعني، ولا يقول واللائي. نعم، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، هذا فيها قراءات، لكن احنا بنتكلم على زيادة الياء في سورة الأحزاب أو في سورة الطلاق، وكذلك في سورة المجادلة، مش كده برضو؟ في قوله تعالى: والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني أربع ألفاظ، واحدة في الأحزاب، واحدة في سورة المجادلة، واثنين في سورة الطلاق، على اعتبار أن الياء كما ترون الآن أنها الياء، بمن قال أن الياء زائدة. النوع الثالث في زيادة الياء، انتبهوا: ما زيدت فيه بعد ياء ساكنة وهو بأيدي في الذاريات على المختار، والسماء بنيناها بأيد كما ترون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الياء هنا زائدة، والأصل فيها بأيدي، يعني بياء واحدة، لكن زيدت في سورة الذاريات كما ترون الآن، وعليها علامة الياء الثانية عليها الدائرة كما ترون الآن. هو قال لك على المختار، يعني بعضها ما فيها زيادة ولا يضع عليها علامة. وأما بأيكم في القلم فضبطه بتعرية الياء الأولى من العلامة مع تجديد الثانية للإدغام على الصحيح المعمول به. بأيكم المفتون برضو فيها زائدة، لكن هو قال لك الضبط إن بتعرية الياء الأولى، يعني الياء الأولى ما عليها شيء، الياء الثانية مشددة. انتهينا الآن من زيادة الياء في هذه الكلمات يا أخواني. ندخل في زيادة الواو، أن الحروف الزائدة هي في القرآن ثلاثة، اللي هي الألف واستثنينا منها، والياء الأنف الواو. وأما الواو التي تحتاج إلى وضع علامة الزيادة عليها فقد وقعت في أربع كلمات: مبدوءة بهمزة مضمومة وهي أولو، وأولات، وأولي، وأولاء، فكيف تصرف باتفاق الرسم؟ وفي سأريكم في الأعراف والأنبياء ولأصلبنكم في طه والشعراء على قول، وكذا هؤلاء عند النحاة ولكن لا عمل عليه عندنا. هذا الكلام عند الشيخ الضباء، يقول لا عمل عندنا، يعني الألفاظ الأخيرة اللي هي سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أو سأريكم آياتي، ففي سورة الأعراف سأريكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم يحزنون، وفي الأنبياء سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ولأصلبنكم، ثم لأصلبنكم في الأعراف ولأصلبنكم في طه، قصة فرعون يعني، وفي الشعراء في طه والشعراء على قول يعني، وهؤلاء عند النحاة. لكن الأولى اللي هي الأربع كلمات عندك أولو، وكيف جاء تصرف أولو، يمكن أكثر من، إذا كان 50 60 أو أكثر كلمة أولو،
فإن الواو زائدة. أيوة، أولو الألباب، أولو الأبصار، أولو الفضل، كيف جاء في القرآن؟ فإن الواو هنا زائدة وعليها العلامة كما ترون الآن. ولفظ كمان ولات ورث مرتان فقط في سورة الطلاق. وأولات الأحمال أيلهن فإن كن أولات حمل، فإن الواو زائدة. انتبهوا، في بعض اللي يقرأ من المصحف بدون معلم فإنه يخطئ. جاء قرأ عليه أكثر الإخوة يقول وأولات، يمد الواو وهي ليست فيها مد لأنها زائدة عليها علامة. انتبهوا، معلم القرآن ينتبه ومعلم نفسه تنتبه، وصاحب القرآن طالب لا بد أن ينتبه في القراءة في الأخذ، لازم يقرأ على شيخ للمحافظة على القرآن على التلقين. نعم نعم، أي كيف تصرف يعني من نفس الكلمة يعني جاء أكثر من موضع. أنا أقول لك يمكن أكثر، يمكن أكثر، يمكن تصل لأربعين أو خمسين في حدود كذا. أولو، لكن أولات مرتان فقط في سورة الطلاق. أولي كثيرة تفرعت في القرآن كثيرة، ورد أولي الأبصار، أولي الألباب، وهكذا. إلا عنده برنامج ممكن يطلع هذه الكلمات يكتبها وتطلع تخرج منه. لا هو لا، أولو وأولات، أولو ولا ولا، لا هي أولو، أولي، لأن عندنا أولو ما فيش أولى، يعني أولى دي نعم ما فيها شيء، هذا خطأ. يعني عندكم تكتبوها هي أولي بالياء، أولي الأبصار، أولي الألباب. الآن الواو هنا زائدة كذلك. اللام حط تحت اللام كسرة عشان تضبط معك. أيوة صحيح، أصل كلمة أي، لكن أولي لا أي صحيح، وهذا المقصود. أولي، أولي مع أولو، اكتبوها عندكم. حيث تصرف وأولى حيث جاء، عندك هؤلاء مثلا تلقاها برضك الواو هنا زائدة. كلمة أولى ما تقولش أولى، بعضهم يقرأ أولى، لا أولى، الواو زائدة عليها العلامة كما ترون الآن. ثم أنتم هؤلاء أو أنتم أولاء كما في سورة آل عمران، وفي سورة النساء ها أنتم هؤلاء جذلتم، أو في سورة القتال في قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تدعون. كل كلمة أولاء وهؤلاء وتدخل فيها أولاء أولئك، حيث تفرع حيث تصرف القرآن، فإنك أولئك هؤلاء، الواو زائدة، الواو الأخيرة كلها زائدة ولا تنطق، تكتب ولا تنطق، وعليها العلامة كما ترون. انتبهوا. طبعا قلنا هذه الكلمات عند البعض اللي هي سأريكم في الأعراف والأنبياء، أنا بكرر مرة أخرى عشان تنتبهوا، ولأصلبنكم في الصور الثلاثة، عند البعض يضع فيها الواو زائدة، لكن البعض قال لك لا. والشيخ الضباع عندنا في مصحف حفص قلنا والعمل عندنا على ليس عليها، ليست زائدة يعني، ولكن لا عمل عليه عندنا. تتمة، جرت عادة كثير من المتأخرين بالتنبيه في هذا الفصل على حكم الياء المتطرفة، هل هي معرقة إلى قدام؟ يعني كما ترون هو يمكن ما جاب معرقة، يعني إيه؟ يعني تكون بعد الياء تكون لها علامة كده، عاملة زي رأس البطة كده معكوسة، يعني هذه المعرقة، وهو المعبر عنه بالوقص أو مردودة، يعني الياء تلقاها كده مردودة للخلف أو لقدام كده كأنها قوس. طبعا ما جابها عندكم إلى الخلف،
وهو المعبر عنه بالعقص، يعني يا معقوصة ولا منقوصة، هذه الوقص والعقص موجودة عندكم، ولا نص للداني في ذلك، يعني يقول للشيخ الضباع ما في نص في ذلك. ولما يقول المتأخرين الذين يكتبون المصاحف، يعني من العلماء المتأخرين ليس من المتقدمين في علم الضبط. وأما أبو داود فقال في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، إن ياءه في بعض المصاحف وقص، اللي هي الياء في أذكروني يعني عندكم، وفي بعضها عقص يعني مردودة. واستحب هو لمن قرأها بالإسكان العقص، فاذكروني أذكركم، لأن ابن كثير يقول فاذكروني أذكروني دواء، كما قال الشاطبي يقول فاذكروني أذكركم، ابن كثير بيفتحها، والشيخ الضباح يتكلم يقول عن من قرأها بالإسكان. وذكرهما أيضا التجيبي واللبيب والبلنسي وغيرهم، هؤلاء من علماء الرسم علماء الضبط. وحاسم ما ذكروه أن الياء ثمانية أقسام، الياء في القرآن المرسومة ثمانية أقسام، مفتوحة نحو هدايا، فالياء مفتوحة هدايا، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة البقرة، وهكذا الآيات الأخرى. ومضمومة نحو والله ولي، بس هنا قال لك مضمونة في الكتاب، صلحوها خطأ، المفروض يقول مضمومة، خطأ مطبع يعني، حتى تحتها خط تكتب مضمومة، نحو والله ولي المؤمنين، فالياء عندك كما ترى مضمومة، وهي في نفس الوقت مكتوبة يعني الياء، ومكسورة نحو فبأي، حيث ورد طبعا فبأي آلاء ربكما تكذبان، عندك 31 مرة وكثيرة، فبأي حديث بعده يؤمنون، وهكذا. وساكنة حية، الحية يعني اللي هي مثل ذواتي أكل أو أكل حسب قراءاتك، أكل ما يعنينا القراءات فيها، لكن يعنينا الكتابة، هذه ذواتي، هذا يا يسمونها يا حية، أصلا هي ذواتين، حذفت النون للإضافة وصارت ذواتي، اللي هي في سورة سبأ، في قصة سبأ، بدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط ولا أكل خمط، هذا في آخر هذا، المهم احنا نتكلم على ذواتي. فهذه الياء حية، أو الياء وتكون ساكنة ميتة مثل الذي، العلماء يقولوا على الذي يا الذي يعني ميتة. نعم مادية، ويعني تقدر تستطيع أن تقول الياء غير المادية حية والمادية ميتة. ميتة ليه؟ لأن أخذها المد الذي أوحينا. طيب، ومنقلبة نحو الهدى، الهدى اللي هنا المنقلبة، الهدى هديان، الأصل فيها الهديان تسنى عشان تعرفها أنها الأصل فيها. طيب، وصورة للهمزة نحو امرئ، امرئ الهمزة هنا امرؤ، أصل همزة الأصل فيها الهمزة، لكن كتبت هنا الياء مكان الهمزة. وزائد نحو من نبأ، احنا أخذناها منذ قليل، قلنا الياء هنا في نبأ زائدة. والمأخوذ من كلام فيها أن المفتوحة والمنقلبة يترجح فيهما الوقص، مفتوحة زي مثلا زي نبأ زي اللي مرت علينا الياء المفتوحة، هنا هدايا هذه مرت علينا مفتوحة، الوقص يعني مكتوبة كذا يعني رجع ورا، الياء عادية يعني. والمضمومة يجوز فيها الأمران الوقص والعقص،
والمكسورة والساكنة بنوعيها ترجح فيه كل منها العقص والمصورة، والزائدة يتعين فيهما العقص. هذا يعني كلمات، انت شوف الياء بعضها تلقى الياء مردودة يسمونها دي العقص، والموقوصة اللي هي الياء المكتوبة اسمها الوقص، موقوصة تقول الياء الموقوصة والياء المعقوصة. هذه ألفاظ عند المتقدمين كانوا يطلقون عليه على الياء آدم. بهذا يا أخواني ننتهي من هذا الفصل العاشر، وبقي معنا الفصل الحادي عشر، وهو الفصل الأخير من الفصول الأحد عشر أخذناها في علم الضبط. وباقي معنا الشيخ وضع الخاتمة في آداب كتابة القرآن ومتعلق بذلك جاب أقوال أهل العلم فيها. هذا الباقي معنا في الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وما كان من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ فإنا، ومن الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.